احنا كلنا الحل، مش المرزوقي كل الحل، احنا كلنا الحل، احنا كلنا الحل. انا ادعوكم في هال 15 الى 10 ايام الحمله الانتخابيه، امشي واقنعوا الناس، اقنعوهم اللي هي مش قضيه شخص ضد شخص، ما هيش قضيه فلان ضد فلان، هي قضيه هل سنواصل المشي الى الامام رغم كل الصعوبات ورغم كل العثرات، والا كلها 3 سنوات والاربع سنوات اللي صبرنا فيها ودفعنا فيها الثمن كلها ستذهب هباء منثورا، ونعود ونرجع الى نقطه الانطلاق بكل الاخطار التي يمكن ان تمثلها على تونس، لان تونس لن تقبل هذا. أوفياء لدماء الشهداء، أوفياء أوفياء لدماء الشهداء، أوفياء أوفياء.